بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، رحلتنا مع كتاب من أعلام الصحابة وترجمة سيد الأنصار بنص كلام النبوة، قوموا إلى سيدكم، عندما حكم في بني قريظة قال قوموا إلى سيدكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال يعني عنه أنه سيدهم، وفي الأنصار كأبو بكر رضي الله عنه في المهاجرين، يعني منزل سعد بن معاذ في الأنصار مع أنه مات عن 38 سنة، يعني صغير السن، ولكنه كان سيدا من سادات المسلمين، كان يعني عظيما شريفا، له كلمة، كان مطاعا، له مواقف يعني إيمانية في منتهى القوة كما سنرى إن شاء الله تعالى. ثم لم يعلم أن عرش الرحمن اهتز لقدوم يعني أحد إلا لسعد بن معاذ، قيل طربا وفرحا بقدوم روحه، أن العرش اهتز لقدوم روح سعد بن معاذ رضي الله عنه. فطبعا معرفة شرف يعني هؤلاء نزداد حبا لهم، يعني حتى نكون معهم، لأن المرء مع من يحب. فهو في الأنصار كأبي بكر رضي الله عنه في المهاجرين اهتز لموته عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمية بن عبد الله عن بعض آل سعد أن رجلا قال ما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. هالك يعني ميت، يعني فيش حد مات واهتز لقدوم روح عرش الرحمن إلا سعد بن معاذ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان أحد أشد فقدا على المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من سعد بن معاذ رضي الله عنه، يعني المسلمين ما فقدوا أحد ولا تألموا بفقد أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر إلا سعد بن معاذ رضي الله عنه. اسمه وكنيته وصفته وأولاده، اسمه سعد بن معاذ بن النعمان بن امرؤ القيس بن زيد بن عبد الأشل بن جشم بن الحارث بن الخزرج ابن النبتي، واسمه عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي ثم الأشهري، أشهري من بني الأشهل، كان سيد الأوس طبعا، وكان الأنصار الأوس والخزرج، وكان خزرج ثلاثة أضعاف الأوس، وكان سيد الخزرج سعد بن عبادة وسيد الأوس سعد بن معاذ. كنيته أبو عمرو، وأمه كبشة بنت رافع لها صحبة رضي الله عنه. صفته رضي الله عنه عن حسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ قال كان سعد أبيض طوالا جميلا حسن الوجه أعين، يعني واسع العينين، حسن اللحية، عاش 37 سنة. كان سعد أبيض طوالا جميلا حسن الوجه أعين حسن اللحية عاش 37 سنة. أولاده كان لسعد من الولد عبد الله وعمر، فكان لعمر 9 أولاد. وعن عمرو بن واقد بن سعد قال دخلت على أنس بن مالك وكان واقد من أعظم الناس وأطولهم، أنه كان شبيه بأبي، يعني كان من أعظم الناس وأطولهم، فقال لي من أنت؟ قلت أنا واقد بن عمرو بن سعد، حفيده يعني حفيد سعد بن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، فقال إنك بسعد لشبيه، ثم بكى فأكثر البكاء، ثم قال رحم الله سعدا كان من أعظم الناس وأطولهم. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى أكيدر دومة، دومة الجندل، يعني في غزوة تبوك، يعني كان بعث خالد بن الوليد يعني كسرية يعني من الجيش يعني إلى أكيدر دومة أو دومة الجندل، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلة من ديباج منسوج فيها الذهب، فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يمسحونها وينظرون إليها، فقال أتعجبون من هذه الجبة؟ قالوا يا رسول الله ما رأينا ثوبا قط أحسن منه، قال فوالله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن مما ترون. مناديل يعني الفوط اللي بينشف فيها دي أو يمسح فيها دي، يقول لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن مما ترون. طبعا كان مات سعد بن معاذ لأنه مات يعني بعد يعني حكم، بعد أن حكم في بني قريظة، وكانت يعني في يعني في ذي القعدة من السنة الخامسة. فضائله رضي الله عنه
عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه، حديث رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ: والمراد باهتزاز العرش استبشاره وسروره بقدوم روحه، يقال لكل من فرح بقدوم قادم عليه اهتز له، ومنه اهتزت الأرض بالنبات إذا اخضرت وحسنت. وقع ذلك في حديث ابن عمر عند الحاكم بلفظ: اهتز العرش فرحا به. قال: وفي هذه منقبة عظيمة لسعد رضي الله عنه. وعن مجاهد عن ابن عمر قال: اهتز العرش لحب لقاء الله سعدا. قال: إنما يعني السرير. وقال: ورفع أبويه على العرش، إنما تفسخت أعواده. قال الذهبي: تفسير بالسرير ما أدري هو من قول عمر أو من قول مجاهد، وهذا تأويل لا يفيد، فقد جاء ثابتا عرش الرحمن وعرش الله، والعرش خلق لله مسخر، إن شاء أن يهتز اهتز بمشيئة الله، وجعل فيه شعورا لحب سعد، كما جعل تعالى شعورا في جبل أحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، فكنا نحب الجبل فإحنا فينا شعور، لكن الجبل نفسه الصخر يكون فيه شعور يحب المؤمنين. وقال تعالى: يا جبال أوبي معه. جبال كانت تردد مع داود عليه السلام عندما كان يقرأ قرآنه ويرتله. وقال: تسبح له السماوات السبع والأرض، ثم عمن فقال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. في صحيح البخاري قول ابن مسعود: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، وهذا باب واسع سبيله الإيمان. إن هذه المخلوقات في رسالة ماجستير أحد إخواننا اسمه الدكتور فريد التوني اسمع عبودية الكائنات، بيتكلم عن الإيه، إن كيف كل الجمادات وكل الأشجار والشمس والقمر كل هذه الجمادات بتسبح وتعبد الله عز وجل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. فقيل لجابر: إن البراء يقول: اهتز السرير. فقال جابر: إنه كان بين هذين الحيين يعني الأوس والخزرج ضرائن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. وعن أبي سعيد الخدري أن ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ اللي هم بنو قريظة، فأرسل إليه فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى خيركم أو سيدكم. فسيدنا عمر قال: سيدنا الله. فقال، وبعض الناس يستدلون بذلك على مشروعية القيام للقادم، لو واحد أبوه دخل أو مدرس، ولكن في زيادة في الحديث: قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، إن هم لأنه كان جريح وكان إن هم من أجل أن ينزلوا وإن القيام لا يكون تعظيما هو في مخرج، يعني الإنسان لو قدم والده أو حد مدرس أو شيء فهو يقوم ويتحرك، يعني ما يقوم ويقف، فيشبه هذا التعظيم، ولكن يقوم يتحرك لاستقباله، فيكون خرج من الحرج. يقول: قوموا إلى خيركم أو سيدكم. فقال: يا سعد، إن هؤلاء نزلوا على حكمك. وكان طلب منهم أن ينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبوا أبا لبابة بن عبد المنذر واستقبلوا بالنساء والأطفال يبكون، فكأنه رق لهم وكان حليفا لهم يعني قبل الإسلام، فأشار أنه الذبح، إن حكم النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالذبح كما حكم سعد هنا رضي الله عنه. ثم شعر أنه خان الله ورسوله فربط نفسه في سرية من سواري المسجد، وكان زوجته تفك للصلاة وظل حتى تاب الله عز وجل عليه. فلما عرفوا أن هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، طبعا أي طمعا في شفاعته فيهم، كما شفع عبد الله بن أبي بن سلول في بني قينقاع فوهباهم له النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخرجوا، أو بني النضير فأعطاهم له على أن يخرجوا ويحملوا يعني ما تحمله الإبل يعني إلا الحلقة اللي هي السلاح. فهم قاسوا سعد بن معاذ على عبد الله بن أبي بن سلول، سعد بن معاذ سيد من سادات المسلمين وعبد الله بن أبي رأس النفاق، فالتاني طبعا شفع فيهم يعني. أما سعد فقال: قد أنا لي ألا تأخذني في الله لومة لائم، وقال: إن حكمت لتسمعن ولتطيعن، ونظر يعني إلى بني قريظة، ثم استحى أن ينظر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن حكمت لتسمعن ولتطيعن، فقال: حكمت فيهم، قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم رجال الذين يقاتلون،
وتسبى ذراريهم، يعني أولادهم طبعا النساء، وتقسم أموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: حكمت فيهم بحكم الله أو بحكم الملك، في بعض الروايات من فوق سبع سماوات، فوافق حكم سعد وحكم الله عز وجل. وعن البراء قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها، فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها أو ألين. قال النووي: قال العلماء: هذه إشارة إلى عظيم منزلة سعد في الجنة، وأن أدنى ثيابه فيها خير من هذه، لأن المناديل أدنى الثياب، لأنه معد للوسخ والامتهان، فغيره أفضل، وفي إثبات الجنة لسعد رضي الله عنه، حكم له بالجنة رضي الله عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته، وذلك لحكم في بني قريظة، فكان هذا غض المنافقين، المنافقين ولاهم للكفار، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الملائكة كانت تحمله، وكان خفيف لأن الملائكة كانت تحمله. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد رضي الله عنه. قال الذهبي: هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء، بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا، وكما يجد ألم المرض وألم خروج نفسه وألم سؤاله في قبره وامتحانه، وألم تأثر ببكاء أهله عليه، وألم قيامه من قبره. إن مش معنى ذلك أنه يعذب في القبر، يعني ليس هذا هو عذاب القبر الذي تشير إليه الآيات والأحاديث، ولكن كأن هذا أمر يعني زي الإنسان بيتألم للمرض ويتألم لفراق حميمه مثلا، يقول: ألم قيامه من قبره، وألم الموقف وهوله، وألم الورود على النار ونحو ذلك. والورود يعني كأنه يقصد الأرض يعني. يقول: فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد، وما هي من عذاب القبر ولا من عذاب جهنم قط، ولكن العبد التقي يرفق الله عز وجل به في بعض ذلك أو كله، ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة، وقال: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر. فأسأل الله تعالى العفو واللطف الخفي، ومع هذه الهزات فسعد ممن نعلم أنه من أهل الجنة وأنه من أرفع الشهداء. كأنك يا هذا تظن أن الفائز لا يناله هول في الدارين، ولا روع ولا ألم ولا خوف، سل ربك العافية وأن يحشرنا في زمرة سعد رضي الله عنه. إسلامه: أسلم سعد رضي الله عنه على يد مصعب ابن عمير لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعلم المسلمين، فلما أسلم قال لبني عبد الأشهل: كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا. فأسلموا، فكان من أعظم الناس بركة في الإسلام، أنه هو كل بني عبد الأشهل أسلموا بإسلام سعد بن معاذ. مواقفه الإيمانية في بدر والخندق وقريظة: قال ابن الأثير: ولو لم يكن له إلا يوم بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار إلى بدر وأتى خبر نفير قريش استشار الناس. بدر طبعا خارج المدينة، يعني بعد حوالي 150 كيلو من المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان الأنصار بيعوه على أن يحموه في المدينة ما يحمون منه أزره. ولذلك لما قال: أشيروا علي أيها الناس، فقام بكر فتكلم فقال: أشيروا علي أيها الناس، فقام عمر فتكلم فقال: أشيروا علي أيها الناس، فقام المقداد فتكلم وكلهم يحسن، فقال: أشيروا علي أيها الناس، يريد أن يسمع مقالة الأنصار لأنهم عدد الناس، ولأن القتال خارج المدينة زيادة على العقد الذي تم بينه وبينهم. فلما قال: أشيروا علي أيها الناس، فقال سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، إن هو الذين قاموا من المهاجرين لم يقم أحد من الأنصار. فقال سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال سعد: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به الحق، وأعطيناك مواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، فالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إن لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله أن يريك فينا ما تخر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله ونشط لذلك،
للقاء الكفار فكان ما هو مشهور. أما يوم الخندق فقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقد صلحا منفردا بينه وبين غطفان، يعني كانت قبائل غطفان وفزارة وبني أسد وقريش كانوا حوالي 10,000، فاجتمعوا يعني في الناحية الثانية من الخندق وانضم لهم بنو قريظة فيهم 700 مقاتل، وكان عدد المسلمين 3,000 تقريبا، فالمسلمون كانوا بين يعني سلع والخندق، والخندق بين حرتين المدينة، والكفار كانوا بين أحد وبين الخندق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعقد صلحا منفردا مع غطفان حيث أنه إيه فيهم عدد كثير يقلل هذا العدد، فاستشار سعد بن معاذ يقول أن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقد صلحا منفردا بينه وبين غطفان وسيديها عيينة بن حصن وحارث بن عوف على أن تفك غطفان الحصار عن المدينة وتنسحب بجيوشها وتخذل الأحزاب على أن يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلث ثمار نخل المدينة. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم يعني غطفان لا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة إلا قرا أو بيعا، قرا يعني ضيافة أو بيعا، وإن كانوا لا يأكلون العلهز في الجاهلية في الجهل، يب نبات يعني يأكلون من الإيمان الجوع يعني، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وعزنا بك وبه نقطعهم أموالنا ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. ثم خرج سعد إلى سيدي غطفان وقد رفع صوته في تحد: ارجع، ليس بيننا وبينكم إلا السيف. هذا موقف إيماني لسعد بن معاذ رضي الله عنه. أما موقفه الإيماني الثالث فهو حكم في بني قريظة، فقد حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 25 ليلة، فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر فأشار إليهم أنه الذبح، فقالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ، فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه وحف به قومه، وقال له: يا أبا عمرو، ليكون سعد بن معاذ حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت، فلم يرجع إليهم شيئا ولا يلتفت إليهم حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال: قد أتى لي ألا يأخذني في الله لومة لائم. قال أبو سعيد: فلما طلع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. قال عمر: سيدنا الله. قال: فأنزلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحكم فيهم. قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذلليهم وتقسم أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وخندق لهم يعني خنادق في المدينة، وحبسوا في دور، وكانوا ينظرون الغلام الذي أنبت يعني خرج شعر عنته يعني إشارة إلى البلوغ، يعني كانوا يقتلونه، والذي لم ينبت يكون في الإيه في الأصل. قصة إصابته يوم الخندق واستجابة دعائه صلى الله عليه وسلم، دعائه رضي الله عنه. روى أحمد عن عائشة في قصة جرح سعد بن معاذ وغزوة الخندق قالت: خرجت في يوم الخندق أقفو آثار الناس، تتتبع آثار الناس، فسمعت وإيد الأرض من ورائي، يعني حس الأرض، حس في حد ماشي. قالت: فإذا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة. قالت: فجلست إلى الأرض فمر سعد عليه درع من حديد قد خرجت منه أطرافه، هو الضرب في الأكحة اللي هو العرق الذي يغذي الذراع، فيبدو أنه كان طويل فكان الدرع مش مغطي الأطراف يعني، قد خرجت منه أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد، وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم، فمر هو يرتجس ويقول: لبث قليلا يدرك الهيجة حمل، ما أحسن الموت إذا جاء حان الأجل. قالت: فاقتحمت حديقة، دخلت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين، وإذا فيهم عمر بن الخطاب، وإذا فيها رجل عليه تسبغة، تسبغة يقول هي شيء من حلق الدروع والزرد يعلق بالخوذة، دائرة معها لستر ليستر الرقبة وجيب الدرع، يعني يبدو أن إيه يعني مربوطة بالخوذة، يعني آلة من آلات الدفاع يعني، عبارة عن حديد يعني بيحمي الرقبة وإيه وجيب الدرع يعني الفتحة الأمامية. قالت: فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين، وإذا فيها عمر بن الخطاب، وإذا فيها رجل عيد تسبغة،
يعني المغفر، فالمغفر هو يغطي الرأس يعني اللي هو الخوذة يعني. قال عمر: ما جاء بك؟ يعني ينكر على عائشة: لعمري إنك لجريئة، وما يؤمنك ألا يكون تجوز. قالت: فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت لي ساعة إذ فدخلت فيها. قال: فرفع الرجل التسبغة عن وجهه فإذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، فقال: يا عمر، إنك قد أكثرت منذ اليوم، أين التجوز والفرار إلا إلى الله تعالى؟ قالت: ويرمي سعدا رجل، يعني كان يرمي رجل سعدا، تقديم وتأخير، يرمي سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له ابن العرقة بسهم له، فقال: خذها وأنا ابن العرقة، فأصاب أكحله اللي هو العرق الذي يغذي الذراع، فدعا الله سعد لما جرح، دعا الله فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، لأن لما سمعوا أن هم غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وملأوا الأحزاب الكافرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سعد بن معاذ يعني يستثبت، فردوا عليه أسوأ رد، فلذلك يعني لما جرح يعني قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، فيخرج من صياصهم، صياص اللي هي الحصون يعني القلاع. وأيضا قال: اللهم إن كنت قد أبقيت لقريش حرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فأبقني له، يعني كان بقت حروبه طبعا بعد غزوة الأحزاب وإجلاء بني قريظة أو غزوة بني قريظة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا، وده علم من أعلام النبوة، يعني ما غزت قريش ولا أي قبيلة من قبائل العرب المسلمين في المدينة بعد غزوة الأحزاب، بل صارت الغزوات تكون من المدينة بعدها. دي كانت سنة 5، سنة 6 كان صلح الحديبية، 7 عمرة القضية، وكان فيها غزوة خيبر، بداية 8 كان فيها غزوة مؤتة، في 9 كانت غزوة تبوك، في 8 طبعا كان فتح مكة. فقال: أن نغزوهم ولا يغزون، فما كانش فيه لقاء مع قريش بعد غزوة الأحزاب، فلذلك استجاب الله عز وجل دعاء سعد لما قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، فيخرجوا من صياصيهم. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد في المسجد، يعني أراد أن يكون قريب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطمئن عليه ويزوره. عن عائشة أن سعدا قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه لهم قريش، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقى من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها، إن أحب أن يموت شهيدا هذا الجرح نفسه الذي جرحه يموت منه. ذلك حديث ما من مكلوم يكلم، مجروح يجرح في سبيل الله، والله أعلم من يكلم في سبيله، إلا أتى يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، يعني قالوا الجرح الذي يموت منه، يعني قد يجرح إنسان ويخف ويعيش ويموت على فراشه، ولكن هذا الجرح الذي جرحه سعد مات منه، وإن كان بعد فترة بعد أن ظنوا أنه قد برأ انفجر هذا الجرح وكانت يعني فيه حياته. قال: فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها، فانفجرت من لبته فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما، فمات منها رضي الله عنه. وفاته يقول: كان سعد قد أصيب يوم الخندق بسهم في أكحله، فدعا الله تعالى أن يبقيه إن بقى المسلمين جهاد مع قريش، وإلا فليمته منها. فكان لما جرح ودعا بها تقدم بما تقدم ذكره انقطع الدم، فلما حكى في بني قريظة انفجر عرقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده أبو بكر وعمر المسلمون. قالت عائشة: فوالذي نفسي بيده، إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله تعالى رحماء بينهم. قال القمة: فقلت: أي أمة؟ فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على أحد، ولكنه كان إذا وجد فإذا هو آخذ بلحيته، إذا وجد يعني إذا حزن. وعن أنس قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ملائكة كانت تحمله. ولما دفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف من جنازته جعلت دموعه تحادر على لحيته ويده في لحيته،
وندبته أمه فقالت: ويل أم سعد سعدة براعة ونجدة، ويل أم سعد سعدة صرامة وجدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل نادبة كاذبة إلا نادبة سعد. يعني كل واحدة بتندب يعني ميت لا كذابة يعني كأنها تبالغ يعني فيه، إلا أم سعد لما قالت: ويل أم سعد سعدة براعة ونجدة، ويل أم سعد سعدة صرامة وجدة. فانتهت بذلك ترجمة يعني سيد من سادات المسلمين وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه. هنجيب عن بعض الأسئلة. سائل يقول: كان لعمتي ميراث عند أبي، فكتب أبي حقا في إيصال مالا، فقالت له: أنا لا أريد شيئا، أنا لست في حاجة به. وأصر أبي أن تأخذ الإيصال، فهل يلزم أن أعطيها هذا المال علما بأنها قالت ليس لي حاجة به أم ماذا؟ هو طبعا يكون رفض تأخذ المال يعني من والده، والده أصر أن تأخذ المال، يبقى الأمر ما زال معلقا، فعلى الوارث إذا كان والده مات مثلا أنه يعرض عليها مرة ثانية، يقول لها: هذا الإيصال أو هذا المال لو قبلته فمن حقها، لو رفضته فلا، هي قالت ليست يعني على لم تكن بها حاجة ولكن الآن بها حاجة، فنقول إذا أراد أن يتقي الله عز وجل هذا الشخص أنه يعرض المال على عمته مرة ثانية، فإن قبلته فهو حقها، وإن تنازلت عنه كما تنازلت لأبيه يكون في التركة والله أعلم. أخي يقول: متى أتكلم ومتى أصمت، وفي وما هي أداب المزاح؟ نفس السلام كان يمزح ولا يقول إلا حقا، وإن لا يكثر من المزاح، يعني أن من يعني أن هذا يخالف الجد ويخالف الإنسان الذي يخاف الآخرة. ومتى يتكلم ومتى يصمت؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني إذا يعني كما يقولون لسان القلب مؤمن أمام لسانه، فإذا أراد أن يتكلم بكلام تدبره بقلبه، تدبره بقلبه ثم أمضاه، وإن لسان المنافق أمام قلبه، فإذا أراد أن يتكلم بكلام تكلم به ولم يتدبره بقلبه، فنقول له: تدبر في الكلام قبل يعني أن تقوله. يسأل عن بيعة يزيد بن معاوية، هل هي بيعة شرعية؟ نقول: هيأتي ترجمة معاوية رضي الله عنه طلب البيعة لابن يزيد يعني في التراجم أعلام الصحابة إن شاء الله تعالى. واحد بعد مقال بيقول: أرجو التعليق. طبعا صعب نحن نقرأ هذا المقال بطوله، نقول يعني لا تعليق. رجل قال: دار العرش دورة كاملة لموت سعد بن معاذ، هل هذا التكييف صحيح؟ نقول يعني الحديث قال اهتز، يعني فليقول انه دار دورة كاملة، نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فنحن مثل هذه الأشياء الخبرية فنقف حيث أوقفتنا النصوص، يعني نقول اهتز العرش الايه، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، والعلماء قالوا اهتز فرحا بقدوم روحه، فنقف على ذلك. هل الصلاة بالحذاء تجوز أم أنها مستحبة لمخالفة اليهود والنصارى؟ وما الدليل؟ لأن الله جل عندما حدث موسى عليه السلام قال: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. هل نحن أولى بالعمل بهذه الآية؟ فموسى عليه السلام نبي وهو كان في وادي المقدس، أم نحن فلسنا بأنبياء وهذا مسجد؟ نقول الصلاة بالأحذية يعني هي سنة، ولكن ما ندخل بالحذاء من الشارع ومن الطين للمسجد المفروش، يعني هذا يكون في أهل المسجد، ولكن لو صلينا في الشارع مثلا صلينا جنازة أو واحد يصلي في الشارع فيجوز أن يصلي بالحذاء، يعني مش بشرط أن يكون حذاء ليس فيه نجاسة.
والاستدلال يعني بقصة يعني موسى عليه السلام اخلع عليك انك الواد وقد استغوى استدلال بعيد والله اعلم. هل يجوز خطبة الجمعة بغير اللغة العربية؟ واللي بيعملوا الاخوة يعني في بلاد الاعاجم ان هم بيخطبوا الخطبة الاولى باللغة العربية والثانية بغير العربية. مش هنخلص يا شيخ. أخت وضعت المانيكير أثناء فترة الحيض ثم اغتسلت وطهرت وصلت الظهر ثم ذكرت أنها لم تزل المانيكير فقامت بإزالته وعادت صلاة الظهر، فهل عليها الاغتسال مرة يعني أخرى؟ وما حكم الصلاة بين الغسلين إن وجد الغسل الثاني؟ يعني في ظن أنها ليس عليها اغتسال، يعني هي تتوضأ، يعني يكفي التوضؤ والله أعلم. وطبعا لو اغتسلت تكون احوط، يعني لو اغتسلت تكون احوط. رجل يحب الوقوف للناس عند السلام عليه فماذا في ذلك؟ ما فيش باس، اصل الاباحه. نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.